Let's go. قطر 2021 قرب يوصل للمحطة الأخيرة وهيودعنا بمجموعة مميزة من الألعاب هستعرضها عليكم دلوقتي في قائمة أهم ألعاب شهر ديسمبر 2021. أول لعبة معنا على القائمة هي Solar Ash المقرر لها النزول على البي سي وكذلك البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 في 2 ديسمبر. Solar Ash لعبة اندي أو لعبة مستقلة على طراز الادفنشر بلاتفورمينج أو المغامرات وتجاوز العقبات من الألعاب اللي تبدو أنها مميزة، وبما أنها لعبة اندي فهيبقى سعرها يعني معقول، مش هتاخد مساحة كبيرة للتحميل وكذلك غالبا مش هتاخد وقت كبير عشان تتختم، قد تكون من الألعاب اللي ممكن تحبوا أنكم تبصوا بص عليها. تاني لعبة معنا على القايمة هي White Shadows المقرر لها النزول على البي سي والبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز في 7 ديسمبر. ديت برضو لعبة انديز واخدة شكل الاكشن ادفنشر كذلك، ولكن بطراز وبشكل مميز جدا، بتفكرني شوية بستايل العاب زي انسايد وليمبو، لكن طبعا زي ما انتم شايفين ليها طابع وجو عام مميز جدا. ديت من الالعاب اللي انا هجيبها وهعمل لها مراجعة ان شاء الله هنا على القناة، انا متحمس جدا لي وايت شادوز. لعل اكبر اصدار هذا الشهر ان ما كانش في السنة كلها حسب اللعبة هتبقى عاملة ازاي هي هيلو انفينيت اللي طبعا هتنزل على البي سي والاكس بوكس 1 والاكس بوكس سيريز في 8 ديسمبر. احنا هنا بنتكلم طبعا عن الكامبين وكذلك الانطلاق الرسمي للمالتي بلاير، وان كان ممكن تلعبه بالفعل دلوقتي. اللعبة طبعا غنية عن التعريف، مش محتاجين نتكلم عن هيلو، والامال المعقودة على اللعبة كبيرة جدا جدا جدا، وانا من الناس اللي منتظر الكامبين يعني على فراغ الصبر. توقعوا تغطية مكثفة لهيلو انفينيت على القناة هنا ان شاء الله. Five Nights at Freddy's لعبة ليها جمهور خاص جدا محب جدا للسلسلة ديت، وليها جزء جديد تحت عنوان Security Breach هينزل يوم 16 ديسمبر على البي سي والبلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. ديت من الألعاب أو من السلاسل عامة اللي ما شدتنيش، ولكن أنا بقدر جدا جدا الحقيقة الستايل بتاعها، وواضح إن Security Breach فيها تطور ملحوظ في المرئيات وكذلك يمكن كمان في الجيم بلاي. لو انتوا بتحبوا Five Nights at Freddy's ديت غالبا واحدة من افضل الاجزاء، وطبعا في الاخر الحكم ليكم انتوا اللي تقولولي، لان انا مش هلعب اللعبة ديت. واخر لعبة معانا في القايمة هي لعبة The Gunk المقرر لها النزول على البي سي والاكس بوكس 1 والاكس بوكس سيريز في 16 ديسمبر برضو. The Gunk من الألعاب اللي تعرضت علينا في الكشف عن الأكس بوكس سيريز إكس زمان، ومن الألعاب اللي لفتت نظري جدا. بالمناسبة الفريق اللي وراها هو نفس الفريق اللي بيعمل سلسلة ستيم وورلد ديج، ولكن طبعا شكلها مختلف تماما. ديت من الألعاب اللي أنا متحمس ليها بقالي فترة منتظرها، ومن الألعاب اللي هغطيها إن شاء الله هنا على القناة، وبالمناسبة هتكون متاحة على خدمة الجيم باس. وبكده نبقى خلصنا قايمة شهر ديسمبر اللي بطبيعة الحال كانت صغيرة، لان عادة شهر ديسمبر ما بيبقاش فيه اصدارات كتيرة، ولكن على الرغم من كده في مجموعة معقولة من الالعاب اللي ممكن تحبوا انكم تجربوها. قولولي في الكومنت سكشن لو في العاب انا نسيتها، لو في العاب انا مش واخد بالي منها، لو في حاجة من الالعاب اللي انا ذكرتها ديت هتحبوا انكم تلعبوها، كل دوت ممكن نتكلم فيه في الكومنت سكشن. ولو عجبكم الفيديو يا جماعة يا ريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى قناة 64 أول بأول. شكرا على المشاهدة ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي.